يا فري قلبي فيري رملوع الكدري موحن تعاوين ميلين وقعدونه وانا كذلك ابو علي. والله محمد راس بنفقده قبل شيء قالوا لا خلاص الله يحفظك ما صدقنا انك تطلع. طلع 24 يا الله الله يوفقه. البرايم ده احس اللي بيجي بيجي شيء بيجي سليك يسمونه برايم السليك. والله ما في الا سلك سليك طايفي. الله يعيد يا عين قريم فريد وحوش تواه بسن الجهناشي أقبل يدوش الظما يردوش كنه يوطي على جاشي يا ريحة العنبر المرشوش يا قطعة بيد قماشي يا ليت حظي ينوشك نوش مثل المسجل على الماشي. الحين تسمع يقول لا عزيت نفسي عن دروب المخاليك أهل الغدر والخبث وأهل النميمة أبعدت عن كلمة رخيص المناطيق ومصادم الزلات سوق النديمة من شان ما تارد عليه المطافيق وتشكل أقوالي مشاهد جريمة وعليت نفسي بعاليات الشواهيق لأجل أضبط الأفكار بصحة سليمة. يا سلام ما يلي والله هذه الحمد لله البندر الفخر صح الله يسعدك الحمد لله البندر بعد عزيت نفسي عنك مليون مرة. شاعر يسلمك طبعا إن شاء الله ترقبوا في شيء قادم بإذن الله يعجبكم. إيه لأبو غراب برد مرة برد مرة إيش تقول هذه من شان ما شنو ما تارد. إيه ما تارد ما تارد ما أخذت كوتك علي الحرام بزوه الباس تفكر به العالم متى عاد بياتي. اهلا اهلا ان شاء الله ان شاء الله هني يجي النسخه الجايه سكرت اثنين وانا ضيف في الديوان. ايه ما عليه ضيف والله محليهم. اسمع الديوان يقتصر على الشعار لا انه هو بيجي صانع محتوى في الديوان قبل يومين في 6000 واحد صنع محتوى. هذه يعني انك تفكر انك زي منصور ولا حافظ قصيد ترى كامل مشهور هذا الجميل حافظ قصيد انا مشهور انا اتوقع ان في فكره في بالك تدرون ايش بيجي الديوان عندهم مثلا السكريبت ولا شيء بيقول انا موهبتي صانع محتوى وش اقدم؟ اليوم اقدم لكم موهبه تقطيع البصل. يقطع البصل ويطبخ له ويضبط له ترى يعتبر صناعة محتوى. انا بجيبه بيقطعونه ذريك انا بجي تدرون ليش؟ لحظة معاذ بجي تدرون ليش؟ عشان اخر حلقة يقول ما بتعطي 50 درجة ما نظام كل برنامج غير بقول لا مبدأ بيستضيفونه تدري ايش بيقول؟ لانه ايش بدخل حكمه هو ايش؟ بحكمه يعرف خرف والله انا اعرف خرف يقول يلا تعال طبعا خلاص بيكون متكبر ذاك الوقت ما هو حلو الجو الكبر ما هي البني ادم الكبر لله سبحانه سبحانه طرفت نفسك بنفسك انا ما لنا شغل لا هم اللي يطرفوني ما لنا شغل الطبخ اللي تستهين فيه تقول انه مو اقسم ما قلت طبخ ما قلت طبخ بيطرفني ذا انا موهبه اقول تقطيع البصل ما هو موهبه دقيقه يعني بيجي ضيف يقطع بصل الطبخ موهبه ما قلت حبيبي معاذ ركز ركز الله يرضى عليك قل له الله هو عقب لفه راسه اي ما عاد يجمع انا انت قلت تقطيع البصل قلت تقطيع البصل ما هو موهبه هو يعتبر من الطبخ ما له دخل الطبخ لا ما هو صناعة محتوى حتى ايش مر الطبخ ما له دخل صناعة محتوى اوكي الطبخ طيب الرجال يعرف يقطع بصل ولا يعرف يطبخ طيب انا ما اعرف اقطع بصل طيب لا تعرف تقطع بصل ولا تعرف تطبخ
ها؟ تعرف تقطع بصل بس ما تعرف تطبخ، مو بشرط اللي يقطع بصل يعرف. ابتسراج ترى مغربي ياكل كل برد. ابتسراج ابيض فابيض كفن. كانك منديل. فيك اغير. يعني انت حتى ذا الكوب تقدر تصنع منه محتوى. كيف كيف اصنع؟ يلا اصنع. نبي نبدل النوع. يلا اصنع محتوى. اللي معك لونها بني جاي على. خليك ما تضبط. هذه على ابيض. دقيقة. هذا كوب عادي. يعني اقدر افتح كذا الكوب واخلي لها اجنح. افضل معليش الدبابة. لا كلها لي. لا ها ليه رجع قاعد يصنع محتوى من الكوب هذا الكوب يقدر يطير تسني كيف كيف اربطه بحبل منه واعلقه ويقول كيف طيب عاطني اذا ويقول لك هوا سويت لك منه يقول لك هوا واذا سويت لك منه محتوى عادي تقدر من ليش هذا كوب اقدر استخدمه سماعه صح كيف لا قل لي كيف لا ما تدري تحطه باذنك ما بسمع اوكي تعرف اللي حق المكيفات الصحراويه ايوه تاخذ لي طويل يعني خلنا نقول من هنا الى اللوكيشن ذا تخرم خرم هنا صح تركب اللي فيه وتكلم تمد له هناك وتاخذ كوب ثاني وتخرمه وتحطه هنا واقدر وانت هناك سولف معه في العلو حلو ذكي بس هذه بس هذا هذه بس هذا اختراع اختراع بس انه يعتبر اختراع من لا شيء لا والله تضبط داودي تضبط لا احد يقول لي شيء ليش كاشخ كاشخ يعني اما يعني انت شو كيف جايه مع لون ده هلا هلا مش غني من اليوم عشان عشان الطينه اللي حاط عليك ما بنعرف كذاب يلا ها يطيع على بصل هذه موضه ولا يملكها الكل اعطيك مثال يعني انا وافق معاد على الله يطول بعمرك تقدر بس اشوف انا اقطع البصل اسوي الجيم تقول كيف الجيم هذا انت احنا ما ندخل بصل جميل انا عارف هذه موهبه لك بس مو بصنعه محتوى انت تعرف معناته انت موهوب تقطيع البصل بصل جيمات والله يا رب والله يا رب اني صادق ان الطبخ يعتبر من صناعه المحتوى انك الطبخه بعض الناس اللي ما هو مهتم بالمجال ذا يقول ان ما لها اسن على يعني الموضوع او الشيء اللي يقدمه ذا لكن انا عني يا معاذ والله اني اتابع ناس طباخين طيب صل على النبي ويعطيك حركه بالتصوير كذا وقلب طيب صل على النبي والمكرونه دقيقه دقيقه والمكرونه لا 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 طبخ ولا ما سويته مره ثانيه عشان السلسله عبود معك الكوت معك كوت لا لا طبخ هو اندومي مو بس هو ما قال طبخ انت ما قلت طبخ احنا نتكلم عن ضيف الديوان قلت انت بجي يقطع بصل انا قلت اذا جاء ما ادري الطبخ حلو الطبخ بيجي ضيف في مطبخ بيجي ضيف انك طباخ لا انا لابس انت حد تصوير يعني حلو جامع طباخ اوكي والله شغلك الجديد صار محتوي قطع بصل وجيب الجلسة روح روح اكو اكو ولا على الجاني ما البرد ما يسوي بشيء انك مستدخل بجامة ما بدون جامة بدون جامة له استمر على الموضوع هذا حلو ما عليك لا لا انا هو انا اقول له ايه كيف يقول لك كذا حجام معك حراس حسب رايي الشخصي وتقديري الذاتي ما بمشي شكرا لبسوه الباس يا حرامة العالم متى عاده بياتي يا 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 الله يا انا وطالب فارس السيد جاهز بجيك بكره اسجل عندك تدشير هل عامر يموت موت قهر موت قهر يا فارس سيد ما انت بخير ما انت بخير يا فارس سيد ليه ليه الحمد لله حط مايك ليه ليه الحمد لله تدري بيش يقوم يدي شو يقوم يدي احمد الشمري تحطه هنا اي احمد الشمري كبره حطه هنا محمد سراد وموسى كلكم انت وين وانا وين محمد سراد يقول لك انت وينك لا تصدق نفسك يلا بجيك ان شاء الله بعد الديوان بجيك تجهز كل واحد يكتب لي بيتين تعال من اشد المعجبين هيا يلا عطني قصيده خلني اشلها طيب لا يلا يلا لا تجيب بعد البيت انقلع يلا انا من اشد الداعمين لك الله يبيض وجهك على صدام سوي دويتو انا وياك لا والله كلنا بندعمك ان شاء الله الله يبيض وجهكم شرف لي والله ما تصنع نسوي دويتو وانا ويا لي اسبوعين انا اتخشمك اطردك جيب لنا القصيده موجوده قصيده لا لا تسترقون فكرتي انا وعايض الربع انا عايض انا وعايض ما ادري انه فضل لها ايام التصفيات قصيده موجوده قصيده موجوده اللي ما يبي قصيده تخاف ولا وليد بحيل وش يلا اللي ماتي وادائي انا وعايض الفراج ولا ست مواليد الشيء خلنا نسبق خلنا نسبق دام علم الحمد لله علم خلنا نسبق وليد عطنا قصيده
او كليد وليد ما ادري مع ماجد الشهري كتبنا قصيده وش ماجد كتب وش يلا اسلم دوتو بين بين اسلم لا لا ما في اسلم ما في اسلم الحين تشيم العلم بعدها صح الناس نخمهم كذا بالعجه ما ادري انا احس بيضرب مقطعكم ودوتو حكم بعدين من روحي زي زيكم ندشن في خيامه وفي نضوع انا تدري بدشن انت كنت شاعر وقت صديقي منشد ابو طلال وش صرت منشد الله يطول عمرك تشرفنا اخوي الصبغ والبخاخ عامر تشرفنا بدشن وقت وين شاعر وقت ما ثلاثه يقلبون الادمي غير لونه هذا فرت النو شو يعني ما راقدين نقوم ابليس والدنيا ايه. ونفسي والهوى كيف النجاة كلهم اعداء بدش ذاك لا الصبغه صدق الموت وش وش البيت انا بجي مختفي الاسبوعين الله يهدي في ذمتك انا كان بقوم يدك بن ما فيني له الله وش الشيب صنفرة اسلم اسلم عدده الشيب والفقر شاعر وافتني ما ثلاثة ايش معنى وافتني افتني معناها افتني يعني يعني عطني ايه وش عطني ها وش الثلاثة اللي يقلبون الآدمي غير لونه علمتك انا وش هي الدخاخ والصبغة الحلاق لا والحلاق الحل اقول مغسله الحزن. وليد وليد قرب الحزن منها الشيب والفقر والغنى. والله قرب وليد والغنى الحزن والغني. لا الحزن الموت الجوع الجوع الهم تقويم هي تغير كل شيء فيني قريبي الابتسامه لا شبعت غيرت كل شيء وليد الابتسامه ما تغير لونك تحسن لونك عرفت ماسك وش هي كنت شايب الغنى كنت شاعر افتني ما ثلاثه ايه تغير الرجال بجي ابو طلال يقلبون الادمي غير لونه ايه يقلبون ثلاثه ذي الشيب الحب الكبر لا يا اخوي ما اقدر اعطاني كل شيء وانت قرب الكف لصبغتك غير الوجه لا والله لا وجهك لا الكشنه الكشنه انا اجرب لنا المرض والدين والثالثه من قفتقر بين اخوته يكرهونه من قفتقر ايش؟ بين اخوته يكرهونه والله لو ايش ما جبت هذه طيب احنا قلنا ما تهدني دقيقه انا بعطيكم لغز المرض والدين والثالثه من قفتقر بين اخوته ويكرهونه احنا دائما تهدنا ما تغير لون طايحه يا على سيدي وش انت لا 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 يتغير لونك بس ما تشوف وجهك ما تغير لون ريجي يشوفون ما تغير وش حرب انت تهدت انا ونايف امس شايفينك ازرق موسى موسى لا ما شفت موسى انا ما اؤمن بالغاز اللي في القصيد لانها في دبره الشاعر اللي كاتبها لا انا اقدر اجيب لك لها 77 معنى وتجيبها كلها صح اقول لك لا غلط الجواب الكوب عشان كذا قالوا المعنى الله اكبر فالغلغل في الغاز القصيد هذه بس هذه تسب بس كل مشاعر اكبر المصايب على الانسان طيب هل الغراء انا جاب لغز هل الغراء انا جاب لغز يقول يا ويش طب ما ادري ايش قال ما ادري ولا عكره قاعد 8 سنين بعدين طلع في الاعلام وقال لهم اللغز ما له جواب وكذا كاتبه من راسي والعالم كله يفتي ممكن بس دي قال لك في الحياة سألتهم سؤال إن كنت شاعر وافتني ما ثلاثة يقلبون الآدمي غير لون بس المرض يا ودوش الكشخة والدين أول واحد وش الكلام طيب عندي لغز وجواب عندهم هنا لا أسلم إيش لغزك يا بس يا ويش شين يا ويش شين دائري ولا هلونين وليه مسكته ما ودك نتفكه الجم وليه مسكته ما ودك إنك تفكه الكورة مسباح لا الكورة الكورة لا عندك صدى غن عندك صدى غن لا عندي صدى يلا عطاك صدى عشان تجاوب جاوب يلا ما هو صدى الا والله تكفون يا الربع فكر يا سلامي على عامر منير صح منك قرب يجلس عايض الزايد لا الكوره الكوره عايض رقيب يسبقوننا على العمل اللي عند فارس السيء انت طلعت انا قلت لكم خلي العمل سر الرجال يسولفون علنا حنا نسولف من يوم دخلنا في البرنامج ما درينا حنا ما اهتمينا اصلا ولا نراكم ولا نراك شيء انتوا خلف ولا نراكم شيء اصلا عايض نسوي ندشنا اليوم ها اليوم هالجامعه احنا دشنا حاولوا تدشنون تضبطون لاني راح اقضي عليكم انا وبالريح بيض الله الله الكوع على خير نبى نطقكم لكم خرز بتنشدون يا رجال انت تنشدون بالريف تهددون انت بالريف طلعنا اللحن خلصنا
قلهم قلهم في ذرانا لا انتفنا في ذرانا يلا يلا كلكم في ذران ايه حركات حق تبلا محمد ناصر يسمه محمد ناصر ما طالعنا 24 عشان جوالاته تحسب انه يحب اخوه تصريح قوي لا لا تصريح قوي احنا اتفقنا نبيع بعض ابو ناصر اخوي واخوي وصاحبي وعرب تلقاه فاتح بث ابو ناصر احنا الحين تلقاه سبي جاء جوال سبيس وجوال بث بعدين يحدب يحدب تلاحظ والله ما يفوته حرف يكتب في التاك يا عليك يا الرب شيء كلما صقلت راسه انتهى ها المرسمه ها صح صح الرصاص قرب انت انت خاك زبر خطير بالجواب طيب جاوب على جوابي عنده قوه جاوب على جوابي جاوب على لغزي اوكي لغزك لغزك غبي لا هو بغبي صدق والله انا غبي لغزي انت هو غبي راسك فارق جاوب دايري ولا هلونين واذا مسكت مودك تفكر يعلن الحرب اللي شاء هذا حدك هو بقطع ما بعد يقطع انا حسيتك بتجيبه دائري لا لا قول لي قول بس بلا اسال على المريض بلغ على المريض انا مسكت بودك تفك الله الله قل خنفس خنفس لا خنفس لو انا واحد اسود ولا قرب لنا طيب يا اتوقع لا انا عرفت اتوقع هذا دائري اتوقع ابو سراج شجره الصنوبر لا لا اذنك هو عندنا هو عندنا هنا شلون؟ لا سبعه ما هي بدائري يا رجال بكروا يا اخوي شوي لا تفكر حرك مخك شوي الكاميرا ابن سراج شلون؟ كاميرا سوداء لا تفكر اوه يلا 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 قم 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 يلا بيدخل يلا 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 امبراطور وين؟ يلا وين؟ امبراطور وين؟ يرحب من؟ ايه يرحب من؟